ورجعنا لكم بعد الفاصل وموضوع اشتراطات البناء الجديدة، ومعانا ضيفنا الكريم دكتور محمود أسعد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وطبعا موضوع اللي شاغل الرأي العام وشاغل الشارع المصري والناس مهتمية بيه، موضوع البناء. يعني أنا راجل دلوقتي عندي بيت عايز أبنيه، عندي حتة أرض عايز أبنيها، في اشتراطات جديدة، في ناس تعرفها وفي ناس متعرفهاش، في ناس بتتابع السوشيال ميديا وبتتابع الأخبار وبتتابع الأحداث، وفي ناس يعني معلش ما بتتابعش، مجرد ممكن تتفرج على التلفزيون ما بتعرفش تعمل على التليفونات. فإحنا عايزين نبسط الموضوع أو يعني نعرف السادة المشاهدين، أنا عندي حتة أرض عايز أبنيها أعمل إيه؟ إيه الإجراءات اللي أنا ممكن أعملها؟ إيه الشروط اللي واجب توفرها في الموضوع؟ والله الموضوع مش مقصود منه حاجه غير محاوله منهم من السيد الوزير للحد من العشوائيه. مظبوط. وبرضك القوانين اللي بتصدر مجلس الشعب خاصه بالموضوع البناء هي الحد برضك من العشوائيه وتنظيم اعمال البناء، ودي حاجه جميله، حاجه ممتازه جدا، لان احنا في فتره طويله وخاصه بعد الثوره للاسف الناس استغلت هذه الظروف بالبناء بالعشوائيه بطريقه عشوائيه. بقينا نشوف ابراج تطلع 18 و20 و14 و15 لا تراعي الطريق او ظروف المكان او سلامه المبنى او فللاسف لقينا كتير انهيارات لعقارات ما نعرفش ازاي، فاصبح الموضوع خطر ويتمثل في خطوره كبيره. أيوة على الموضوع كان مهم جدا ويعني كان لازم حد منه بصراحه. فكان هنا المجلس الشعب اتحرك والسيد الوزير اتحرك وكان في تعديلات تشريعيه متعاقبه. كان طبعا صدر القانون 119/2008 وبعد كده صدر قرار السيد الوزير الاسكان والمرافق رقم 119 لسنه 2021 والذي انطوى على بعض اضافات وتعديلات للمواد في قانون 119 لسنه 2008. ايه هي التعديلات دي؟ طبعا حد من عدم البناء في الاماكن او المناطق ذات الكثافه في المباني. دي حاجه. تاني حاجه التجاوز والموافقه والسماح على البناء في الاماكن ذات كثافه متوسطه. تمام. بحيث ان في نسبه ممكن ابني فيها في بعض الاماكن اللي ما فيهاش كثافه. كذلك اصبح ضروري يكون في شهاده او بيان بصلاحيه الموقع اللي انا هبنيه. تمام. اصبح ضروري جدا ان يعني يتحدد في الرسم وفي العقار اللي انا هبنيه جراج معدل ذلك، منع طبعا لزحمه الشوارع والسيارات كل دي من ضمن الاشتراطات الجديده. دي اشتراطات تعتبر اشتراطات جديده المقصود منها التيسير على المواطنين وعدم الاضرار بحقوق الارتفاق وحقوق الجار وخلافه وحقوق الشارع. تمام. كذلك طلاق الوجهات اصبح ضروري، طلاق الوجهه. تمام. التعاقد مع مهندس او مهندس استشاري او نقابه المهندسين في عمل الملف الهندسي للعقار بالكامل. تمام. الواجهه طبعا اصبح ضروري انها لا تقل عن 8.5 متر. تمام. في اشتراطات في هذه التعديلات القصد منها هو حمايه العقارات وارواح المواطنين. تمام. هو كان في الاول بيقول لك العقد اللي بيتقدم لازم يكون عقد مسجل مشهر. او وكاله تقريبا صحه توقيع. والله هو منتظرين قرار من السيد المحافظ في كل محافظه ان بالنسبه للقرى، هي المشكله كلها في القرى، لان تلاقي عقود مشهره في القرى دي صعب شويه. ايوه مظبوط. للظروف اللي كانت التقنين والسجل العاني كان الموضوع صعب للناس تعود على عقد عرفي ودعوه صحه توقيع وخلاص. للغالب للثقه المتبادله في داخل القرى وخاصه. فاصبح في انتظار لقرار السيد المحافظ من كل محافظه ان يتلاشى او يتغاضى عن موضوع الاشهار ده، بحيث لان يتم تقنين الوضع بالنسبه لهذه العقود والناس تقدم على ترخيص البناء في الوحده المحليه التابعه لها القريه او مركز التكنولوجي او مركز التكنولوجي اللي موجود في الوحده المحليه اللي موجود في القريه. فاصبح العقد المشهر ده ضروري وخاصه في المدن. احنا كلامنا عن المدن. طبعا العقد المشهر اصبح مع المستندات اللي بتقدم مع طلب الترخيص. وانا هبين لسيادتك ان ايه الاجراءات في طلب الترخيص. طبعا الطلب لازم يتقدم مرفق به صوره ضوئيه من المواطن او رقم قومي بتاع المواطن، صوره من بيان صلاحيه الموقع، طبعا
معاه صوره من الرسومات العقد المشهر، والمركز التكنولوجي الموظف الموجود في المركز التكنولوجي بيطلع على هذه المستندات والعقد المشهر ويطبقه مع الصور. تمام، وفقا للتعديل الجديد لسيادة الوزير في قراره رقم 410 لسنة 2021 التعاقد مع مهندس او مهندس استشاري او مع نقابة المهندسين بحيث يتم اعداد ملف هندسي للمبنى او العقار. تمام، ويقوم المهندس بتقديم هذا الملف على مسؤوليته مرفق معه الرسومات الهندسية. تمام، وكافة المستندات المطلوبة للمركز التكنولوجي. بعد ذلك بيبت المركز التكنولوجي في الطلب والمستندات المتقدمه، ويخطر تاخد وقت بقى الحته الوقت دوت يعني مثلا قبل ما يخطر 20 يوم بيرد عليه بالموافقه وتعالى عشان تدفع رسوم عشان ترخص. طبعا لو عدى طبعا جه صاحب الشأن وقدم اوراقه ودفع الرسوم تمام بتصدر الرخصه في خلال 30 يوم. 30 يوم نفرض ان الجهه الاداريه ما رضتش، يعتبر موافقه مبدئيه من الجهه الاداريه على الترخيص طالما ما رضتش في خلال مده 30 يوم. بس في حاجه طلبها القرار والقانون ان لازما يتم اختار السيد المحافظ الواقع في اداره العقار في خلال مده لا تقل عن اسبوعين بانه هيبدا في تنفيذ اعمال البناء. تمام، دي من ضمن الاجراءات برضه. يعني ولات الجهه الاداريه ما ردتش عليه في خلال مده لازمه لها 30 يوم يعني عشان يجي يطلع له الترخيص. هو من حقه يبدا في البناء بس يخطر السيد المحافظ اللي وقع في اداره العقار في مده لا تقل عن اسبوعين على يد محضر، انذار على يد محضر انه هيبدا في تنفيذ اعمال بناء. كلام سليم؟ تمام كلام. في حاجه احنا طبعا بعد ما يخلص الاجراءات دي ممكن صاحب الشان يتراخى وما يقومش بعمل بناء. هل الرخصه خلاص؟ الرخصه مدتها سنه من تاريخ صدورها. طبعا اعمال الحفر لا تعد اعمال بناء. بعد السنه بقى ممكن، معلش انا اسف قطع حضرتك، ممكن بعد السنه يجددها ولا بتنتهي؟ يقدم طلب للجهه الاداريه بمدها تمام مده اخرى بس يختارها ان هو طبعا انه هي هو لازم المواطن يجري بالاجراءات دي بنفسه ولا لازم؟ لا، الممثل على المهندس اللي معاه مفاوض عنه ومعاه الملف الهندسي وتحرك عنه. معنا هنا مش اشتراطات ان يكون في مهندس. تمام، بيسلم الملف وقايم بالاجراءات وطبعا لديه الرسومات وشهاده بيان صلاحيه الموقع وكافه المستندات الخاصه بالمبنى. المهندس بيقوم مقام صاحب الشأن طالما معاه تفويض بذلك. تمام، بعد ما تستكمل اعمال بناء المهندس عليه يقدم شهاده بيان صلاحيه اعمال بناء. تمام، ويكون معتمده من نقابه المهندسين. تمام، حتى يكون الملف كامل ويكون اتم اعمال البناء على اكمل وجه. هو ده الشغل يعني الشغل السليم او ده الشغل الصح اللي احنا يعني المفروض ده المفروض يعني اللي احنا نتبعه محاوله لمنع ووقف اعمال العشوائيه في البناء. طيب استاذن حضرتك هنطلع فاصل. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع حضرتك الحوار. فاصل وهنرجع لكم تاني، انتظرونا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع حضراتكم مع الدكتور محمود اسعد ونكمل اشتراطات البناء الجديده. اتفضل يا دكتور كمل. احنا برضك بنتكلم في نقطه مهمه، الارتفاع. اصبح الارتفاع يرتبط بعرض الشارع اللي كان فيه العقار وعدد الادوار تحديدها برضك عرض الشارع. تمام، وده تنظيم يقوم به الحي او الاداره الهندسيه بالحي بتحدده حسب عرض الشارع.
تمام، عشان برضك مع مراعاة حقوق الارتفاق، مع مراعاة الشكل حتى الجمالي للتمثيل، يعني حتى الشكل يعني احنا عايزين مصر جديدة، نرجع تاني العقارات جمالها ورونقها بتاع زمان يعني اللي باص في الفترة اللي هي حصل فيها انفلات امني وانفلات اخلاقي الناس استغلوا للاسف استغلوا الظروف، وكان كل واحد بيبني زي ما هو عايز، وكل واحد لو عايز يرفع في حارة 3 متر يرفع 20 دور بيرفع، ولا نفس اسكندرية وفي الجيزة وفي حتت كتير، لكن احنا يعني عايزين نشوفها مصر، مصر الجديدة، مصر الحديثة، مصر لما تكون مثلا العقار زي العقار اللي جنبه، الشكل الجمالي حتى للواجهات نفسها حاجه مشرفه يعني. وادي الدوله بتسهل لكم الاجراءات، اجراءات يعني ايه يعني مبني مجري شويه مثلا، اتعب شويه مثلا شهر هتاخد الاجراءات معايا شهر، بس ارتاح سنين بعد كده، ارتاح بعد كده وابقى ضامن ان انا شغال صح واريح اللي غير. وبعدين حتى يعني انا لما باجي مثلا ابقى مطمئن، مش كل شويه اقول لك مثلا العقار ده مال، العقار اللي جنبه ده نهار ده وقع نرجع نشتكي ونقول لا اشتغل صح، احنا اللي بنتعب، في مهندس هي يعني هو اللي هيبقى مشرف على الشغل عندك، مسؤول في شركه وفي مسؤول وفي يعني خطوات جديه، مش كلها مش معنى ان انت عايز تبني هتجيب مقاول وخلاص وينزل ويبني ويرفع ومفيش شغل يعني جهاء ديت زي ما بيسموها كده، ده هو اللي بيودي في داهيه في الاخر، وهو ده اللي بيخرب العمار، وهو ده اللي بيبوظ الشكل الجمالي. لكن لو مشينا على الخطوات ومشينا تدريجيا واشتغلنا وتعبنا شويه شهر 15 يوم شهرين حتى معايا رخصه رسميه ومعايا المبنى بتاعي، بدل ما انا اخليه 8 ادوار وابقى عايش في قلق، لا ما انا يبقى بس الرسمي وقانون 4 ادوار ومتامن، بس اريح لي ليا ولل سواء احنا بنتكلم على العامه كلها، لان في طبعا ناس دي شغلتها تجاره الابراج والحاجات ديت، وفي ناس بتبني ان هي تعيش فيه، ما هو برضو يعني ايه المفروض بيبقى فيه برضو يعني ما اعرفش بقى حضرتك اضرب الحاجات دي، ان في تفرقه بين اللي بيبني بيت وبيقعد فيه مثلا هو واولاده وعياله، ولا اللي بيبني بيت يتاجر فيه كبيع شقق وبيع تمليك والكلام ده كله. واتمنى عن تغيير النشاط الاستعمال من ساكن، انت ما حدد ساكن في الترخيص جيت غيرته، لا ما ينفعش اغير من ساكن الا بموافقه بقى وليها اجراءات. على اللي مثلا يعني انا ببني بيت دلوقتي انا ليا انا طبعا رخصه واحده سواء كده او كده، بس انا قصدي ايه، انا ببني بيت لما اكون ببني بيت ليا ولعيالي واقعد فيه، غير لما اكون ببني عماره عايز اتاجر، عايز اتاجر دي ما بيهمنيش، بطلع بقى مثلا 20 دور 18 دور في الشغل اللي هو القديم طبعا. تمام. لكن طبعا دلوقتي كله هيبقى واحد، كله هيبقى الشكل الجمالي واحد، الاشتراطات اللي هتمشي على اللي هنا هتمشي على اللي جنبه، هتمشي على اللي في اخر الدنيا، وطبعا الناس ده بقرار وبقانون بحدد الناس طالما في يعني عارفين ان في حساب وعقاب الناس بتمشي، يعني ايه بمعنى اصح كله بيلتزم، يلتزم في التزام، هبقى ملتزم لان هبقى خايف، خايف من ايه، خايف ان انا ممكن يبقى فيها عقاب، فيها حبس، والعقاب بتاع دلوقتي غير عن مقابل، فعلا بقى في التزام وحرص، فلازم يبقى في التزام، وفي برضو خوف على المصلحه العامه، المصلحه العامه ان احنا بنبني مش بنهد، احنا عايزين بالعكس احنا عايزين نطور، احنا شايفين الدنيا عماله تتطور وشايفين كميه الانجازات اللي بتتم في البلد وكميه المشاريع والكباري والانفاق، بجد الواحد بيبقى ماشي على الطرق فرحان. ايه يعني معلش ممكن تروح اي مكان دلوقتي غير الاول، الاول ممكن يعني تاخد المشوار في ساعه، ممكن دلوقتي على الطرق الجديده انت ممكن في 10 دقائق او في 5 دقائق، اهو توفير للوقت وللجهد، فلازم الكل يساعد برضو. طبعا موضوع اشتراطات البناء انا عارف ان هو طويل شويه، بس احنا برضو بنختصره على قد ما نقدر ان احنا نوصل الصورة الصح للسادة المشاهدين والمواطنين، ان هم يعني يبادروا اللي عنده حتة ارض عايز يبنيها بيت لأسرته، سواء بقى عايز يشتغل على برضو في حدود معينة برضو ماشي، بس يبقى فاهم يعني فاهم النظام ماشي ازاي، في اشتراطات في شروط في خطوات همشي مع الخطوات ديت، هتبع الخطوات ديت. طيب انا دلوقتي اتبعت الخطوات ديت ومشيت في الخطوات ديت وجات قابلتني اي عقبة، او مثلا الورق بتاعي اترفض في اي مكان، اكيد ناقص اوراق من اللي هي المستندات المشروطه في القانون، لان دي شروط لازم الملف يبقى مستوفيها. وبعدين في نموذج معد للطلب اللي هيتقدم للمركز التكنولوجي، في نموذج لبيان صلاحيه الموقع ده معد لذلك، في نموذج اللي يعتمد بنقابه المهندسين لصلاحيه المكان للبناء بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه وصدور الترخيص واعمال البناء، شهاده اسمها بيان صلاحيه بناء من نقابه المهندسين، بتعتمد من نقابه المهندسين بيقدمها المهندس، ودي بعد ما بيخلص يعمل بناء خلاص الاجراءات معروفه والشكل معروف. لكن لو ورق سليم، لا ورق سليم مفيش حاجه، ده قانون وده لائحه نازله ما فيهاش اي حاجه، وكل حاجه بموجب نموذج معد لذلك. تمام.
والموضوع يعني الحمد لله معروف سواء عن طريق النت او عن طريق النشر بقى معروفه ايه الاجراءات اللازمه اي حد يعرفها. بس اهم حاجه يبقى في تسلسل في الاجراءات والتزام في الاجراءات وامانه في تقديم المستندات. طبعا المركز التكنولوجي بيطلع على الصور الضوئيه والاصل تمام. سواء بالنسبه للعقد المشهر البطاقه المستندات تم المهندس بتبقى على مسؤوليته بيقر بانها سليمه على مسؤوليته تمام الرسومات تمام كل ده اجراءات نص عليها اللائحه او قرار وخلاص بقت معروفه ايه هي. كان في برضه حاجه يعني معلش انا اسف اخرج من موضوع الاشتراطات البناء اسال حاجه بس سؤال كده كان في مقترحات تشريعيه للاماكن السكنيه في الايجار القديم كتير فمعلش انا هطلعك من موضوع مرتبط موضوع تاني بس هو في ارتباط بسيط بينهم بس انا برضو يعني ايه كنا عايزين نعرف ايه المقترحات دي. احنا كده كده باذن الله يبقى لنا لقاء برضو حلقه عن موضوع الايجار القديم والمقترحات كلها بس كنا عايزين نبذه مختصره عن بعض الاقتراحات اللي طرقت في الفتره الاخيره. والله الاماكن السكنيه وخاصه في ظل القوانين السكنيه قانون 49/77 وقانون 36/86 اصابها نوع من التدهور المباني لان للاسف القيمه الاجراءيه ضعيفه وطبعا موضوع الامتداد اللي هو بنص الماده 29 من قانون 49/77 واللي صدر فيه حكم الدستوريه وتم نشره في 14/11/2002 جعل الامتداد لمره واحده خلى بردك في استمراريه يعني رغم ان حكم الدستوريه جعل الامتداد لمره واحده تمام في استمراريه. فطبعا المالك مش عاوز يقوم بصيانه العقار والمستاجر للاسف بتراخى وده اثرت على سلامه العقار يعني هو مرتبط بنفس موضوعنا بس للاسم للعقارات القديمه بالعقارات القديمه وطبعا المستاجرين حاسين ان طبعا ده حقهم دافعين ايجار من زمان وممكن دافع مبلغ من 100 سنه ولا 20 سنه او 30 سنه ولا 40 سنه فهو 30 40 سنه بس قاعد مثلا ممكن يعني بايجار 10 جنيه و20 جنيه ما يجيبش حاجه واماكن يعني. جميله في القاهره وفي الجيزه وفي اسكندريه والمالك حاسس ان هو في احتياج للشقه اللي ممكن لابنائه حاسس ان المقابل ملهوش لازمه عنده زهيد فالعلاقه بقت متوتره بين الطرفين. ايوه لان في اماكن في ايجار مثلا ممكن بيوصل 10 جنيه زي ما حضرتك بتقول هو اساسا يساوي 5 6000 جنيه ايجار في الشهر غير ان طبعا بتبقى في مشاكل دايما بين المالك بقى والمستاجر ما هو انا حاسس ان انا مش قادر يعني وفي ناس مستغليه الشقه بتاعتها مش مستغليها وبتقفلها تمام. وبتسيبها وده بيحصل وبتقعد في مكان تاني وفي يعني الموضوع انا عارف ان طويل وفي اقتراحات كتير بس يعني الاقتراحات في مجلس الشعب حاليا عشان توازن العمليه بين المالك وبين المستاجر وفي مجلس الشعب حاليا الاهتمام الاكبر حاليا ان العمل على التوازن في العلاقه بين المالك والمستاجر او المؤجر والمستاجر في بالنسبه للايجارات في ظل القوانين الاستثنائيه للايجار القديم بيحاولوا يضعوا المقترحات وتعرضت وعلى فكره كذا دوره حصل الموضوع ده وضع مقترحات لوضع قانون مناسب للعلاقه بين المؤجر والمستاجر وكانت هي الشاغل الاكبر لهم الفتره اللي فاتت دي وحاليا كمان. فمن المقترحات اللي طبعا الاساتذه الفقهاء ورجال القانون وزيزتنا وانا برضك ببديها بالنسبه للعلاقه الايجاريه ممكن ان نقترح ان يقل مده التوريث ده مثلا مده 10 سنين تبقى ل 10 سنين فقط لغير او 5 سنوات على ان يقوم المستاجر بتدبير اموره في خلال هذه الفتره ويكون طبعا هي تبقى صعبه شويه بالنسبه للمستاجر او زياده الايجار مثلا او زياده الايجار حسب تاريخ نشاه العقار الزياده المناسبه حسب اجره المثل تمام ويراعى فيها الاستهلاك للعين يعني طبعا مش اجره المثل دلوقتي العقارات الجديده غير العقارات القديمه ايوه مظبوط ويبقى في نسبه من هذه الزياده لصيانه العقار صح. ودي اللي يهمنا نمره واحد لان العقارات للاسف القديمه نتيجه للتوتر العلاقه بالمستاجر والمؤجر العقارات مابقاش فيها اهتمام زي الاول مفيش الصيانه الدورية فبقى النسبه مثلا 1% 0.5% ايا كانت النسبه اللي يتم الاتفاق عليها او يحددها القانون او اللائحه ان دي تبقى لصيانه العقار. هي التعديلات دي بتبقى طبعا هتبقى من بعد بعد 96 بعد للعقارات والايجارات اللي قبل 30/1/96 لان قبل 30/1/96 دي خاضعه لقانون 49/77 وقانون 136/81 اللي هي القوانين الاستثنائيه اللي هو مثلا 59 سنه لا 59 ده اللي حدد المده اللي بعد ايوه اللي بعد 30/1 بعد 30/1/96 30/1 حط الفرقه 30/1/96 قبليه قوانين استثنائيه بعديه قانون 4/96
العقد شرعت متعاقدين، ده هو الايه اللي بعد 30/1/96. فانا براعي للعقارات اللي هي ايجارها قبل 30/1/96، لان للاسف اهملت شويه العقارات. هو برضو احنا جالنا سؤال على صفحه البرنامج بيقول ما هي الاستضافه في الاماكن السكنيه؟ فانا عارف برضو ده مش موضوعنا في الحلقه، بس برضو احنا محتاجين اجابته من حضرتك. طب اكمل في النقطه بس الاول، الجزئيه الخاصه بالمقترحات. ممكن انا ادي احقيه للمؤجر او المالك بهدم العقار واعاده تشييده على ان يكون لشقه للمؤجر المستاجر في هذا البناء الجديد، بعد مثلا نديله مده مثلا سنتين ثلاثه يبني، يكون المستاجر دبر اموره في مكان اخر لحد ما يبني وياخد شقه في هذا العقار اما بالايجار او التمليك. او ممكن اديله مهله 10 سنوات على ان تبقى العلاقه بعد ال 10 سنوات دي تخضع للعلاقه القاضيه على القانون 496 القانون المدني. اديله اقول له 10 سنين معاك هما انت زي ما انت، وبعد ال 10 سنين العلاقه بينك وبين المؤجر او المالك هتبقى قانون مدني، العقد شرعت المتعاقدين حسب تتفقوا على المده والقيمه الاجريه وخلافه. تمام، تبقى في حريه في التعاقد. تمام، دي احدى برضك الحلول اللي ممكن بالنسبه للمستاجر والمؤجر. احدى المقترحات تمام. احنا بندور على المقترحات ان منها نحمي الملكيه الخاصه ويبقى في توازن وعداله اجتماعيه داخل العلاقه بين المؤجر والمستاجر. دي المقصود من هذه المقترحات. تمام، عاوز في النقطه الخاصه بالاستضافه. تمام، بس في عجاله عشان الاستضافه. طبعا المستاجر بيستنزل قريب له وصديق له في العينه المؤجره له ظروف طارئه المده مؤقته، يحق له ولا يحق له؟ والله لو جوز بنته مثلا وبنته جوز بنته تعبان او بنته تعبانه وقعد عنده في الشقه في ظل الايجار القديم، طبعا قعد فتره من الوقت وراجل كان مريض وما تركش العين، اهم حاجه ما يتخلاش المستاجر عن العين. لكن لو ساب العين وتركها يعتبر ترك، من حق المؤجر يرفع دعوى اخلاء. متشكرين جدا لحضرتك، ومعلش احنا الوقت بيمر معاك سريع جدا. انا متشكرك عليك، بشكرك على اللقاء الجميل دوت، بس وقت البرنامج في حاجات جديده باذن الله للحديث بقيه، لان الحديث انا عارف لسه يعني طويل شويه. جميل شيق ما شاء الله. متشكرين جدا لحضرتك جدا دكتور، وطبعا شكرا سعيده وتوفيق ان شاء الله. وطبعا في نهايه كل حلقه بنقول تحيا مصر، تحيا مصر برئيسها، تحيا مصر بجيشها، تحيا مصر بشرطتها، تحيا مصر بينا كلنا، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام.